الإطارات التي اشتغلنا داخل رئيس بلدية ورئيس الدائرة مع إطارات بلديتي تيزوزو شكرا لكم شكرا للالتفاتة استفادة من التقاعد والنساء الحاليات والنساء مازال هنا في تفاني بكم إتقان لكاهنة سيدة بشيش حميد من القطاع العملياتي السيدة دحمان ديوا إطارات شابة أيضا جزائريات متشبعات بروح صوت تكرية رفقة السيد والي الولاية مرفوقا بكل أعضاء اللجنة الأمنية من القطاع العملياتي من المجموعة الإقليمية الدعك الوطني من الأمن الولائي صورة ستبقى أيضا الشهيدة حية على 8 مارس نموذج آخر لإطارة من إطارات ولاية زوزو
سيكون بعد الخسارة المنعية مع السيد بحضور كل السلطات وكل المسؤولين في كل محطة 8 مارس 900,000 يرفعنا البارود أمام المستعمر الفرنسي هنا اليوم. اليوم بطبيعة الحال هو حدث هام مهم جدا يتمثل في اليوم العالمي للمرأة، ولأن هو استرجاع ذاكرة دور المرأة عبر التاريخ. هي المرأة الجزائرية كانت واجدة منذ المقاومة الشعبية مثلا في شخص لالا رسومة وغيرها من الحرائر الجزائر. الثورة التحريرية كذلك كانت المرأة وراء هذا الحدث هذا بمشاركة مباشرة وبمشاركة غير مباشرة. المرأة الجزائرية هي زوجة هذا المجاهد وزوجة الشهيد، هي كذلك هي أم الشهيد وأم المجاهد، هي كذلك أخت الشهيد وأخت المجاهد. المرأة الجزائرية عبر التاريخ كانت دائما في مقدمة الحدث. اليوم الجزائر المستقلة، الجزائر الجديدة، أردت كذلك من خلال هذا الحدث هذا أنها وقفت تكريم واحترام للدور الفعال اللي كان فيه. كل القوانين اللي سنتها السلطة الجزائرية هي أولا ماشي قضية رد الاعتبار، وإنما إعطاء لكل ذي حق حقه. فالمرأة اليوم بمناسبة نجدها في السلك الأمني، نجدها كذلك في الإدارة، نجدها في مناصب عالية جدا في هرم الدولة، وهذا ما هو إلا حق. فالمرأة اليوم بمرافقة الرجل هي على عزم أنها بناء الجزائر هو بناء مشترك ما بين المرأة والرجل. هذه المناصبة كذلك أعطت للمرأة الحق أنها تكون في الهيئات المنتخبة الوطنية والمحلية كذلك، وما هو إلا حق يرجع للمرأة. اليوم الجزائر بتصور جديد، تريد أن كل أبناء الجزائر يشاركوا في التنمية، كل أبناء الجزائر يشاركوا في مصير هذه الأمة، نساء ورجال. إذن فالجزائر اليوم الجزائر الجديدة نريدها أن تكون جزائر بدون تمييز، جزائر بدون إقصاء، جزائر لم الشمل، جزائر البناء الحقيقي، جزائر واحدة موحدة.